بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه مسألة شبيهة بالمسألة السابقة، وهو أن من وجب عليه سنًا معينًا في الإبل ولم يجده، نقول إن من لم يجد سنًا معينًا ولم يجده فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيارين: الخيار الأول خاص ببنت المخاض فقط دون ما عداها، فإنه يجوز له أن يخرج بدل بنت المخاض ابن لبون فقط، لا يجوز إخراج أعلى من سنها ذكراً إلا في بنت المخاض، وغير بنت المخاض لا يخرج أعلى منها ذكراً. فالحقة وبنت اللبون لا يخرج أعلى منهما ذكراً، هذه الحالة الأولى، فيخرج ذكراً ولا يأخذ جبرانا بينها يجبر النقص. الخيار الثاني أن لا يجد السن التي وجبت عليه، فيجوز له في كل الأسنان الأربع وهي بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة، طبعا أول حقة، أن يخرج سنا أعلى منها، فيخرج سنا أعلى منها لكن أنثى، ويأخذ فرقانا بينهما وجبرانا. ولذلك قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده الحقة فهي أعلى منها سنة فإنها تقبل منه، يجوز له أن يبذل أعلى منها، ويجعل معها شاتين، يعني طبعا أخذ منها جذعة لأنها أقل سنة، لأن الجذعة أقل من لأن الحقة أقل من الجذعة، فيجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. هذه مسألتنا. ومن بلغت عنده الصدقة حقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة هي التي أعلى فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني يجوز له أن يبذل السن التي أعلى منها الأنثى ويأخذ الفرق بينهما وهو 20 درهما أو شاتين، أو أن يأخذ أبذل السن الذي أدنى منها من الإناث ويبذل هو 20 درهما أو شاتين. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. نعم، هذا ما يتعلق بالبقر، ولم يرد في حديث أبي بكر وإنما ورد في حديث معاذ، والسبب أن الحجاز لم يكن فيها بقر إلا قليل جدا، لم يكن البقر في الحجاز بالكثرة، حتى قيل إنه لا، يعني ذكر بعض الشراح هكذا ليس عن طريق الخبر، قالوا لا يكاد تجب زكاة البقر على أحد في الحجاز. وعلى هذا المعنى حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ألبان البقر أن ألبانها دواء ولحومها داء، قالوا هذا خاص بأهل الحجاز لأن أجسامهم ضعيفة من جهة، ولأن بقرهم قليلة، فلذلك بعض الأحكام تعلقت بهم، بخلاف أهل جنوب جزيرة العرب اليمن فإن البقر عندهم كثير، ولذلك جاء نصاب البقر في حديث معاذ، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. نصاب البقر كم هو؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصابها 30 بقرة، فما كان دون ذلك فلا زكاة فيه، ويجب في 30 بقرة تبيع أو تبيعة، والتبيع هو ما له سنة، وهذا من المواضع الثلاث التي ذكر العلماء أنه يجوز فيها إخراج الذكر، فيجوز إخراج الذكر هنا تبيع أو تبيعة وهي أنثى. وإن بلغت 40 فيجب عليه أن يخرج مسنة وهي التي بلغت 2 وشرعت في 3، ولا يجزئه أن يخرج مسن، بل لا بد أن تكون مسنة. نعم. وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صدقة الأثمان، والمراد بصدقة الأثمان هي صدقة الذهب والفضة،
وكل من ملك ذهبا أو فضة فإنه يجب عليه أن يزكيهما، لأن الأصل في الأثمان أنها تكون للتقويم، فكل من ملك الأثمان بأي غرض ولأي مقصد فإنه يجب أن يزكيها إلا في حالة واحدة التي ذكرناها قبل قليل، وهو إذا ملك الحلي المباح لأجل الاستعمال أو العارية، فحينئذ لا زكاة فيه، وما عدا ذلك ففيه الزكاة. من ملك ذهبا أو فضة قنية أو ليشتري به بيتا أو ليتزوج فنقول إن فيه الزكاة. طيب، كم نصاب الزكاة في الذهب والفضة؟ تقدم معنا أن الفضة نصابها 100 درهم وتعادل 595 جراما، وأما الذهب فإن نصاب الذهب 20 دينارا أو مثقالا، إذ الدينار هو المثقال، والدينار أو المثقال يعادل 4.25 جرام، 4.25 جرام، فإذا ضربت 4.25 جرام في 20 لأنها 20 دينار فيكون نصاب الذهب كم؟ 85 جراما. بناء على ذلك الذي يملك فضة فقط كم نصابه؟ 595 جرام، والذي يملك نصاب ذهب فقط 85 جراما. طيب، من يملك ذهبا وفضة كم نصابه؟ نقول بنسبته، فنقول الذهب الذي عندك كم يعادل؟ جاء شخص قال يعادل نصف نصاب، فإني أملك من الذهب 42 جراما ونصف. طيب، كم تملك من الفضة؟ أملك نصف نصاب، يعني أقل من 300 جرام بجرامين ونصف تقريبا، يعني تكون كم؟ 297.5. هنا ملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، نقول إذن تجب عليك الزكاة، لأنه يضم نصاب الذهب إلى نصاب الفضة بنسبته لا بقيمته، بالنسبة كم ينسب الذي تملكه من أصل النصاب، فحينئذ نقول عليك الزكاة في مجموعهما فتخرج 1/4 من كل. طيب، هذه مسألة مهمة. عندنا الثالثة الأخيرة، الآن عندنا شيء جديد وهو الأوراق النقدية، ريالات، دولارات، جنيهات، دنانير، دراهم، والدنانير والدراهم هنا أعني بها الورقية ولا أعني بها الذهبية ولا الفضية، هذه التي جرى عليها الفتوى في المجامع العلمية وغيرها أنها ملحقة بالأثمان، وحينئذ فإن نصابها مقدر بالأقل من نصاب الفضة أو الذهب، ولا شك أن في زماننا هذا الفضة أرخص من الذهب، وحينئذ نقول إذا سألك شخص فقال لك أملك مالا كم النصاب الذي يجب علي، فنقول ما الأقل قيمة من قيمة نصاب الفضة أو من نصاب الذهب؟ لا شك أنه الأقل قيمة نصاب الفضة، ربما يوم الأيام يخفض الذهب ويرتفع الفضة، لا أدري، لكن ربما. كم نصاب الفضة؟ قلت لكم سنعيده، 595 جرام. الجرام الواحد كم يعادل؟ يعادل 2 ريالات بسعر هذه الأيام. إذا نصاب المال كم؟ لا، نصاب المال الذي يملك ريالات أقل من 1200 ريال ب10 ريالات، يعني 1190 ريال. كيف تعرف سعر جرام الفضة؟ ادخل على النت، اكتب سعر الفضة الخالص فيعطيك بنسبة، يعني أنه كونه خالص بنسبة 99% يقولك إنه ريالا، كل واحد يستطيع معرفة قيمة ذلك. إذن كل امرئ يملك 1200 ريال مع نقص 10 ريالات، يعني 1190 ريالا، فإنه يجب عليه الزكاة. ما دليله؟ من يأتيني بالدليل الذي يدل على أن 1190 ريال فيها الزكاة؟
ما الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الكتاب قبل قليل، وفي الرقة إذا بلغت 100 درهم، كم الاستدلال؟ و100 درهم تعادل 595 جرام، وسعرها 1100 ريال تقريبا. بذلك تكون قد أقنعت الذي أمامك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ عرفت من أين جبنا 1200؟ وضحت؟ الحمد لله. إذن هذا ما يتعلق بنصاب الأوراق المالية، وسنرجع لها بعد قليل في كيفية الحساب الكلي. نعم. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ: وأما صدقة الخارج من الأرض فليس كل خارج من الأرض تجب الزكاة فيه كما جاء في الموطأ عن عمر رضي الله عنه، وإنما تجب الزكاة فيما كان من الحبوب والثمار، وضابطه عندهم أن يكون من المدخر وأن يكون مكيلا، فإن الفواكه ليست مكيلة أو ليست مدخرة، وكل هذه الورقيات الأخرى كالجرجير والخس ولو كثر فليس فيه زكاة خارج من الأرض، وإنما إذا باعها الزارع وتحصل له مال فإن هذا المال يسمى مالا مستفادا، فيزكيه زكاة المال المستفاد الذي ذكرته لكم في أول الدرس، إما إذا كان منفصلا عن ماله يزكيه إذا تم عليه حول، أو أن يزكيه مع ماله ندبا، وذكرناها في أول الدرس. أما الحبوب والثمار فإنه يجب أن تزكى عند خروجها، وآتوا حقه يوم حصاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. هذا هو النصاب، وهو 5 أوسق. وبين المصنف ما المراد بالوسق، فقال: والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. صاع النبي صلى الله عليه وسلم مقدر ب4 أمدد، وقد قدره العلماء قديما بالوزن، قدروه بالوزن، ومن أول من قدره بالوزن ابن أبي زيد القيرواني أبو محمد الذي يسمى بمالك الصغير، فإنه قدره بالأرطال وهو الوزن، فعاب عليه ابن القصار ذلك، قال: كيف يقدر المكيل وزنا؟ فأجاب أهل العلم بعده، قالوا: لأن الوزن مضبوط وأما الكيل فمختلف. قديما كان الكيل غير منضبط، إنما انضبط في الأزمنة الأخيرة لما جاءت الوحدات القياسية العالمية مثل اللتر والمكعب وهكذا، وأما قديما فكانت الأرطال مختلفة. وبناء عليه فإنك إذا نظرت في كتب الفقهاء فإنك ستجد أنهم يقدرون وحدات الكيل بالوزن تقريبا. وبناء على ذلك فإن سأذكر لكم تقدير صاع النبي صلى الله عليه وسلم وزنا، ثم سأقدره لكم حجما باعتبار الحجم والمساحة. فأما على سبيل الوزن فإنه في التمر ونحوه ينقص عن 2.7 كيلو بيسير، لنقول إنه 2.7 كيلو تقريبا، فإذا بلغ 2.7% فإنه يكون حينئذ يملأ الصاع، ومثله أيضا في البور تقريبا. أما إذا أردت أن تعرفه باعتبار الحجم فقد قدره بعض أهل العلم المعاصرين، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء بأنه يعادل 3 لترات. صورة ذلك أن تأتي لك بقدر أو إناء، ثم تأتي بقنينة تسع 3 لترات، ثم تسكب هذه اللترات 3 في هذا القدر، ثم اجعل خطا على حد 3 لترات، فحينئذ يكون هذا الخط هو حد الصاع. بعض العلب تأخذ 3 لترات تماما، حينئذ نقول هذه العلبة تعادل صاعا، والتقدير ب3 لترات الحقيقة احتيط فيه، بل هو أقل من 3 لترات بقليل، بنحو من 20 يعني ملي أو أكثر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء، أي بالمطر، والعيون مما ينبع من الأرض ويجري عليها، أو كان عثرياً. قيل إن المراد بالعثري هو الذي ينبت في المستنقعات، وقيل إن الذي يترك فينبت وحده مثل نسميه نحن بالبعل، فإن الناس يرمون الحبة في الأرض ثم يشرب من الأرض وحدها، وهذا موجود في بعض المناطق التي تكون أرضها طينية ويشربون منها، فمثل هذا يكون عثريا لأنه يشرب بجذوره من غير عمل ولا سقي من العامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه العشر، يعني عشر الخارج، إذا خرج عنده 1000 صاع يجب عليه أن يخرج 100، وهكذا. قال: وفيما سقي بالنضح، أي بناضح، والمراد بالناضح هو العامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلفه ناضحك، سواء كان آدميا أو كان بهيمة، ويشمل ذلك كل وسيلة لسقي، فالذي يخرج الماء بالماطور المكينة مثلا، أو الذي يسقي بالوايت، أو الذي هو حفر عينا من مكان إلى زرعه ونحو ذلك، فإنه لا يكون مما سقت السماء، ويدخل فيما سقي بالنضح، فيجب فيه نصف العشر. وحينئذ إذا خرج عنده 1000 صاع فإنما يجب عليه من الزكاة 50 صاع. وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. نعم، هذا الحديث موجه للخارص وهو العامل، فإن العامل يمر على أصحاب المزارع ويقدر الزكاة الواجبة عليهم خرصا، ثم يأتي بعد ذلك فيأخذها وهي على رؤوس الشجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا خرصوا أن يدعوا الثلث أو يدعوا الربع. لما؟ لأن هذا الثلث والربع قد يكون تالفا، وقد تأكله الطير، وقد يأكله الشخص نفسه، أو يهديه لعامل أو فقير، فحينئذ يكون له ذلك. فالعامل والساعي من بيت مال المسلمين يدع الثلث أو الربع فلا يخرصه ولا يأخذه. طيب، هذا الثلث أو الربع إذا تلف فلا زكاة فيه، أو أعطاه الفقير فلا زكاة فيه، وأما إن بقي عند صاحبه فإنه حينئذ هو الذي يخرج زكاته ولا يعطيه العامل. العامل عند الخرص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الثلث أو الربع. نعم. وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. نعم، هذه المسألة مهمة فانتبهوا لها، وكلام أهل العلم فيها قد يشكل على بعض طلبة العلم. لنعلم أن الأشياء غير بهيمة الأنعام والخارج من الأرض إما أن تكون أثمان وإما أن تكون عروض، إما أثمان أو عروض، والأثمان هي الذهب والفضة وماذا؟ والأوراق النقدية الآن على رأي المجامع، وقل على رأي المجامع لأن فيها تفصيلا. غير الأثمان نسميها عروض، الكرسي عروض، الغترة عروض، العباءة عروض، عروض الكأس عروض، السيارة عروض، كل شيء يسمى عروضا. الإبل عروض، ليست الإبل، الخيل عروض، لأنها ليست من بهيمة الأنعام من أنواع الثلاثة، وقد تكون الإبل عروضا سأذكرها بعد قليل. كل الأشياء الأخرى تسمى عروض. طيب، هذه العروض ركزوا معي جيدا، لا تخلو من حالين أبدا. أي عرض لا بد أن يكون إما عرض قنية وإما أن يكون عرض تجارة فقط، لا يوجد نوع ثالث، هي قسمة ثنائية. فإن حكمنا أن هذا العرض عرض قنية فلا زكاة فيه، وإن حكمنا أن العرض عرض تجارة ففيه الزكاة. المهم عندنا هنا كيف نستطيع أن نفرق بين عرض القنية وعرض التجارة. عرض القنية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في دابة المرء وبيته وخادمه زكاة، لأنها عروض قنية.
وأما عروض التجارة فانعقد الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. كيف نستطيع أن نفرق بينهما؟ نقول الأصل في العروض أنها عروض قنية، ومعرفة الأصل مهم لأني سأرجع له بعد قليل. ولا تكون العروض عروض تجارة إلا بشرطين. الشرط الأول أن ينوي بها التجارة، والمراد بنية التجارة نية البيع. العلماء عندما قالوا ما أعد لأجل الربح أي مطلق البيع، لأن التجار أحياناً تعرفون ذلك يبيع السلعة بسعر هو خاسر فيها لكن له ربح فيه لأنها ضيقت عليه في المستودع، فليس المقصود التربح بأن يكون قد ربح فيها أكثر مما اشتراها، لا، المقصود مطلق البيع. إذن كل من نوى بيع سلعة فإن نية التجارة عنده متحققة. إذن نوى ماذا؟ البيع، ولا يلزم مطلق التربح، وعبروا بالتربح من باب الإشارة للأغلب. الشرط الثاني أنه لا بد أن يعمل عمل التجارة. ما هو عمل التجارة؟ نقول إن عمل التجارة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون عند التملك أو أن يكون بعد التملك. شوف أنا أقسمها لكم لكي تعرف ترتيب أهل العلم في المسألة فقط. عمل التجارة عند التملك هو أن يكون ملكه للعين ملكا اختياريا لا قهريا، بمعنى لو أن امرأ اشترى سيارة ليبيعها يقولون فيها الزكاة. نية التجارة قلنا اشتراها ليبيعها. عمل التجارة ما هو؟ اشترى السيارة. طيب لو أن امرأ وهبت له عين فقبلها وعند قبوله لها كان ينوي بيعها، نقول فيها الزكاة. النية موجودة عند القبول، والعمل ما هو؟ قبوله للهبة. إذن عمل التجارة ولو بالقبول في الهبات، لا بد أن يكون قد عمل شيئا، هذا عند بدء التملك. طيب متى يكون مفقود الشرط الثاني عند بدء التملك؟ نقول إذا كان الملك ملكا قهريا، مثل الإرث، رجل مات مورثه فانتقل الملك من المورث للابن، وقد نوى الابن أن يبيع هذه العين، نقول ليست عروض تجارة وإنما هي عروض قنية، لأنك نويت لكن لم تعمل عمل التجارة عند ابتداء التملك. صورة أخرى، رجل اشترى عينا وقت الشراء لم يكن ينوي البيع بالعين وإنما نوى استخدام العين، اشترى سيارة ليركبها، فحينئذ نقول هل فيها الزكاة أم لا؟ لا زكاة فيها، لأنه اختل أحد الشرطين وهو نية التجارة. إذن عرفنا أن عمل التجارة عند بدء التملك بألا يكون الملك قهريا وإنما يكون الملك اختياريا، فيشمل عقود المعاوضات وقبول التبرعات، وكذلك عندهم عقود المعاوضات غير المحضة كالمهر في النكاح والعوض في الخلع على المشهور. طيب إذا كان العرض عرض تجارة، إذا كان العرض عرض قنية ثم أراد أن يجعله عرض تجارة، فنقول كذلك بشرطين: النية بأن ينوي البيع، والعمل، هذا هو النوع الثاني، عمل التجارة بعد التملك. فإذا كنت قد ملكته لغير التجارة ثم نويته أن يكون تجارة فلا يصبح عرض تجارة إلا بعمل التجارة، وهو السوم أو عرضه للبيع، فحينئذ يكون فيه الزكاة. نعم. فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. نعم، العروض تقوم بالأحض
للمساكين من الذهب والفضة بمعنى الأقل منهما، وحينئذ يكون النصاب الأقل منهما وفي زماننا هو الفضة. وقوله يقوم يدلنا على أن عروض التجارة لا يجوز إخراجها من أعيانها، وإنما يجب إخراجها من قيمتها فتقوم، فتنظر كم قيمتها بالذهب أو الفضة أو الريالات أو الدولارات أو الجنيهات، وتخرج الزكاة من القيمة ولا تخرج من العين. ويجب فيه ربع العشر. قال ويجب فيها ربع العشر لأنها ملحقة بالأثمان. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. نعم، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والمصنف مشى على الرواية الثانية، والقول الذي مشى إليه المصنف هو الأصح، لأنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لا زكاة في المال الضمار. الشخص إذا كان له دين على غيره فهل يزكي الدين الذي له على غيره أم لا؟ هذه المسألة هي التي يسميها العلماء بزكاة الدين، فإن زكاة الدين المقصود بها زكاة المرء الدين الذي له على غيره، ولا يقصدون بها زكاة المرء الدين الذي عليه، فإن الدين الذي عليك يسمون المسألة هل يمنع الدين الزكاة أم لا؟ طيب، زكاة الدين يعني أن لك دين على غيرك هل تزكيه أم لا؟ هذه المسألة مشكلة، وقد قال الشافعي إنه لا حديث فيها، وإنما فيها أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. والأظهر من الأقوال ما أورده المصنف رحمه الله تعالى، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، أن الدين يزكى إذا كان دينك عند قد أقرضت غيرك، فإنك تزكي هذا الدين إلا إذا كان هذا الدين على واحد من ثلاثة فلا زكاة فيه: إذا كان على مماطل، أو كان على معسر، أو كان على جاحد ولا بينة. فالدين إذا كان على واحد من هؤلاء الثلاثة فلا زكاة فيه، وما عدا ذلك فإنك تزكيه كل سنة سواء كان الدين حالا أو كان مؤجلا. وإلا ففيه الزكاة. قال وإلا، أي وإن لم يكن الدين على مماطل أو معسر أو جاحد ولا بينة فإن فيه الزكاة، لأن الدين إذا كان على جاحد لا بينة فإنه يكون مما لا يرجى وجوده لعدم وجود البينة، وأما إن كانت هناك بينة فإن المرء يستطيع أن يستدعي عليه القضاء فيخرج حقه. ويجب الإخراج من وسط المال. نعم، المرء يخرج زكاته سواء كانت من الخارج من الأرض أو من البهيمة أو من غيرها من وسط المال، لأن الله عز وجل لم يأمر بإخراجها من الأعلى. ولا يجزئ من الأدون. نعم، وإنما يجزئ من الأعلى ويكون أتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرط. ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. قال ولا يلزم الخيار يعني خيار المال، وهو الأعلى جودة والأثمن والأعلى ثمنا، إلا أن يشاء ربه بمعنى إلا أن يختار ذلك. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه. نعم، عادة العلماء أنهم يريدون بعد الزكاة الحديث عن الركاز، والمراد بالركاز دفن الجاهلية، أي أن المرأة يجد شيئا من الذهب والفضة ونحوها مما يكون عليه علامة الجاهلية، والمراد بالجاهلية أي عدم الإسلام، فقد يكون الجاهلية قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الجاهلية بعده، فإن بعض البلدان لم يدخلها الإسلام إلا متأخرا، فحينئذ نقول ما كان قبل وجود الإسلام والمسلمين في تلك البلد فإن الدفن حينئذ يكون دفن جاهلية. من وجد دفنا في الأرض من ذهب أو فضة ونحوها فإنه إما أن يكون لجاهلي أو لإسلامي، فإن كان لإسلامي مثل أن يوجد في مكة هنا يحفر الشخص في بيت فيجد تنكة فيها ذهب، وقد قيل إن رجلا وجد ذلك، ومكة تعرفون معمورة من قرون كثيرة، فلما نظر في الذهب إذ بالذهب الذي وجده عليه سك الإسلام، دراهم عباسية أو مملوكية أو بعد ذلك، فنقول حينئذ هذا لا يسمى دفنا وإنما يعتبر لقطة، فحكمه حكم اللقطة، يعرف سنة فإن لم يأتي صاحبه ملكه واجده، وإن جاء صاحبه بعد ذلك فإنه يأخذه ولو طال الزمان وسيأتي. وأما إن كان جاهليا فإنه يكون ركازا،
ففيه الخمس، يؤخذ منه الخمس ويعطى بيت المال، لا يعطى الفقراء، وإنما يعطى بيت المال، يصرف في مصرف الفيء وهو المصالح العامة للمسلمين كالطرقات وغيرها، ولا يجزئ إذا أعطى الفقراء، بل لا بد أن يعطيه بيت المال، ويأخذ هو أربعة الأخماس الباقية. باب زكاة الفطر. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك بزكاة البدن، لأن الزكاة الأولى هي زكاة المال، وهذه زكاة البدن وهي زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. نعم، بدأ المصنف بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. قوله فرض يدل على أن زكاة الفطر واجبة وليست مندوبة، بل هي واجبة. وقوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير، نستفيد من ذلك أن الزكاة يجب أن تخرج طعاما، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها طعمة، فيجب أن تخرج طعاما ولا يجزئ فيها أقل من صاع، وسيأتي إن شاء الله. وقوله على العبد والحر أو على العبد والحر، يدلنا على أنه تجب على الجميع حرا كان أو عبدا، والمخاطب سيده، فإن سيده هو الذي يخرج الزكاة. قال: والذكر والأنثى والصغير والكبير. وقوله الصغير يشمل كل صغير ولو كان ابن ساعة، فإن من ولد في وقت الوجوب، ووقت الوجوب يكون بطلوع شمس يوم العيد، بطلوع فجر يوم العيد، فإنه حينئذ يكون قد وجب عليه زكاة الفطر. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. زكاة الفطر يقول أهل العلم لها أوقات متعددة، أولها وقت الوجوب، فإن وقت وجوبها طلوع فجر يوم العيد، فمن كان حياً وموجوداً قبل ذلك فإنه يجب عليه زكاة الفطر، وإن مات بعده فإنها تبقى في ذمته فتخرج من تركته، لأنه دخل عليه وقت الوجوب. النوع الثاني وقت الندب، فإن أفضل أوقات إخراج الزكاة أن تخرج بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد. الوقت الثالث وقت الجواز، ووقت الجواز هو ما جاء في حديث ابن عمر قال: وكنا نخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين. وقوله بيوم أو بيومين، أو هذه ليست للتخير المطلق، وإنما هي لاختلاف الحال، فإن كان الشهر تاما أي كان الشهر 30 يوما، فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين، وإن كان ناقصا فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبله بيوم. وعلى ذلك فإن وقت جواز إخراج الفطر يكون بغروب شمس يوم 28، ليلة 29، لأنه حينئذ يتيقن أنه قبل العيد بيوم أو بيومين لا قبل ذلك. الأمر الثالث قالوا وقت الكراهة، ووقت الكراهة أو الرابع هذا، نعم، وقت الكراهة أن يخرجها بعد صلاة العيد وقبل غروب شمس ذلك اليوم، فإنه مكروه تأخيرها فيه. الوقت الخامس وقت التحريم، وهو إخراجها بعد غروب الشمس من يوم العيد، أي إذا بدأ ليلة 2 من العيد فإن هذا محرم، لكن من لم يخرجها وجب عليه قضاؤه فيها. نعم. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. نعم، وتجب لنفسه أي يجب أن يخرجها عن نفسه، ولمن تلزمه مؤونته، الذي تلزمه مؤونته هو الذين ينفق عليهم إما لزوما أو تبرعا، فلزوما كأصوله وفروعه وزوجه، وتبرعا إذا تبرع هو بالإنفاق على شخص الشهر كله، تبرع بالإنفاق عليه طعاما وشرابا ونحوه، فإنه حينئذ تلزمه زكاة الفطر عنه، لأن زكاة الفطر تابعة لنفقة رمضان، ولذا قالوا لمن تلزمه مؤنته أو تبرع أيضا بمؤنته رمضان كله. قال: إذا كان ذلك أي كانت زكاة الفطر له ولمن تلزمه مؤنته فاضلا عن قوت يومه وليلته، ولو كان محتاجا له بعد يومه وليلته، فالعبرة بذلك اليوم فقط. صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع. نعم، العلماء يقولون لا يجوز
إخراج زكاة الفطر إلا من خمسة أنواع التي وردت في الحديث، حديث أبي سعيد، وهو صاع التمر وصاع الشعير وصاع الأقيط أو الزبيب أو البر، وكلها معروفة، لكن بعض منا قد لا يعرف الأقيط. والأقيط هو اللبن أو الحليب، يؤخذ ويجفف بطريقة معينة، يغلى حتى يثخن ثم يجفف بطريقة معينة. قلت هذا لما؟ لأن بعض من الفقهاء المتقدمين لم يعرف الأقيط، فقد ذكر الديجوري أظن أو بجيرمي أحدهما من فقهاء الشافعية لما ذكر زكاة الفطر وهم علماء مصر ذكر الأقيط، قال ولا نعرف الأقيط، وقد سألت عنه وسأل عنه أشياخنا فكله لا يعرفونه، وسمعت من بعض الأعراب أنه يشبه الجبنة ولا ندري ما هو، كذا يقول. ولكن الأقيط موجود في أطراف مكة، تستطيع شراءه وهو موجود في كل مكان بحمد الله. على العموم، هذه الخمس عند فقهائنا لا يجوز إخراج الزكاة على مشهور المذهب من غير الخمسة، إلا إذا عدمت أو عدم الانتفاع بها، مثل أقط لا أحد يأكله في كثير من البلدان فعدم الانتفاع به، لكن غير الخمسة لا يجوز الإخراج إلا لا يجوز الإخراج منها إلا عند العدم. هذا مشهور قول فقهائنا، قول فقهائنا وهو الأحوط. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر. ثم قال الشيخ رحمه تعالى: والأفضل فيها الأنفع. هذا أحد قولي العلماء في المسألة، والمشهور عند الفقهاء أن الأفضل فيها التمر، ثم بعد ذلك البر، ثم بعد ذلك الأنفع، ولعل ما ذكره المصنف هو الأقرب. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. نعم، قال الشيخ: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، أي يأثم، لكن من أخرها عن يوم العيد حتى غربت الشمس فإنها واجبة عليه وتبقى في ذمته، ولا تبرأ ذمته إلا بأدائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها صدقة من الصدقات. وعلى ذلك فقول النبي فقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس، هذا الأمر مخالفته يكون للتحريم إن أخرها بعد غروب الشمس، ويكون للكراهة إن أخرها بعد صلاة العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. نعم، كما جاء في حديث ابن عباس، وهذا نصه، قوله طهرة للصائم أي ترقع له ما تخرق من صومه، حتى إن بعض العلماء من المتقدمين كان يقول إن زكاة الفطر للصوم كالسنة الراتبة للصلاة. وقوله طعمة للمساكين يدلنا على أن زكاة الفطر إنما تخرج طعاما، وهذا قول عامة أهل العلم. والرواية الثانية مذهب أحمد وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز إخراجها نقدا إن كان أصلح، ولكن ظاهر الحديث يمنع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طعمة وفرضها صاعا، وقال ابن عمر: أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فتحنا الباب كذلك لقلنا إن كل الكفارات يجوز إخراجها مالا إن كان ذلك أصلح، وقد غاير الله عز وجل بين الكفارات، فجعل بعضها طعاما وبعضها كسوة، وجعل بعضها اعتاقا، وجعل بعضها شياها تذبح. وهذا التفريق يقتضي أن للشارع مقصدا، وخصوصا أن بعض الكفارات وجبت نقدا، مثل ما جاء في حديث ابن عباس أن الكفارة في وطء الحائض دينار أو نصف دينار، ودل ذلك على أن الكفارات لما تغايرت فإنه يدل على وجوب الوصف الذي أوصف الشارع به، ومثله نقول كذلك في الزكاة. وهذه فيها حكمة عظيمة، فإن ليلة العيد إذا انشغل الناس بالشراء بما يفرحهم ويفرح أبناءهم، فإن المسلم لا يبحث عن ذلك، وإنما يبحث عن الفقير، ليس الفقير فحسب، بل يبحث عن أشد الناس فقرا وأشدهم يعني حاجة، وهو الذي يحتاج الطعام. فحينئذ إذا أعطاه الطعام فأغناه عن السؤال للطعام في ذلك اليوم، فلا أظن مؤمنا عنده سعة من المال يرى امرأ محتاجا للطعام إلا وسيعطيه مع الطعام أضعاف ذلك نقد، فيكون قد فتح على نفسه خيرين: خير الصدقة وخير زكاة الفطر معا، فاجتمع له الأمران. ولذلك فإن كل خير وكل فلاح في التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيشير المصنف بعد ذلك لبعض هذه المعاني. نعم. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن نعم.
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم، فهي صدقة من الصدقات، يجب أداؤها ولا تسقط. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. نعم، هذا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، محل الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه الجملة يستدل بها على مسائل، منها أن الأفضل للمسلم أن يخرج صدقته بنفسه، ولذلك جاء في بعض الأخبار أن المسلم إذا بذل الصدقة تكون له دعوة مستجابة عند وضعها في يد مستحقها، ولذا فلا يحرم المسلم نفسه بأن يبذل الصدقة كما أوجبها الله عز وجل عليه وأن يعطيها مستحقها. وكذلك هذا الحديث يدلنا على أن المرأة يعنى بإخفاء صدقته، وليعلم المسلم أنه إذا أخفى صدقته فإن ذلك حري أن يخرج صدقته كما أوجب الله عز وجل، لأن الصدقة كما ذكرت لكم من عبادات السر، ومن أعظم ومن صور السر فيها إخفاؤها، بل إن معرفة مقدارها سر لا يعلم به إلا الله عز وجل، والمرائي والمسمع يظهر صدقته للناس ليثنوا عليه، وثق أن ذلك الرجل لن ينفق صدقته الواجبة كما أوجبها الله عز وجل عليه لا كيفا ولا عدا، ولذا فإن إخفاء الصدقة أجرها عظيم عند الله عز وجل، نسأل الله عز وجل من فضله. نقف عند هذه ونكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.